نحن البشر صناع واقعنا، نصنعه بإرادتنا ووعينا. واقعنا بين الأسئلة والأجوبة، معي أنا أحمد برقاوي. أيتها السيدات، أيها السادة، أسعد الله أيامكم أينما كنتم. لأنني اليوم سأتحدث عن موضوع مؤلم جدا جدا، مؤلم لكثير من الناس، إنه اللاجئ، موضوع اللاجئ. إنه مؤلم للذين لجأوا، ومؤلم للذين ينتظرون عودة اللاجئ. باعدت بيننا المسافات. الأب لا يعلم أين ابنه، والابن لا يعلم أين أمه، والأخ مشتاق لأخيه. اللجوء تراجيديا محزنة، تراجيديا أليمة، تراجيديا تنقلك من عالمك الحميم، عالمك الذي تحب، إلى عالم جديد كل الجد عليك، يحملك على أن تبذل جهدا للتلاقي. ولكن كما قلت في أيضا علاقة سابقة، ما من إنسان يلجأ مختارا، ما من إنسان يلجأ مختارا. حتى الأمم المتحدة ماذا عرفت اللاجئ؟ قالت اللاجئ هو كل شخص هرب من وطنه بسبب العنف والخوف والقتل والدمار والتشريد وإلى. إذن أنا خائف، أنا لاجئ، أنا لا أريد أن أموت في وطن يقتل فلجأت، أنا لا أريد أن أموت من نظام يقتل فلجأت، في حروب أهلية صارت أنا لجأت لأني لا أريد أن أشارك في هذه الحروب. مئات طبعاً. أسوأ تراجيديا، أكثر تراجيديا وأكثر من تراجيديا الفلسطينية هي تراجيديا السورية. لم يشهد العالم المعاصر تراجيديا اللجوء كما شهدت تراجيديا السورية. وأسبابها أن هناك نظاماً يريد أن يحكم ويقتل، فطرد ملايين من الناس خارج. هو طرد، اللاجئ مطرود، الواقع طرده من عالمه. طيب، هذا التعريف للاجئ بالأمم المتحدة لا يأخذ بعين الاعتبار سيكولوجيا اللاجئ، أقصد البنية النفسية للاجئ، حياة اللاجئ النفسية. أنا لاجئ مرتين، أنا أبوي لاجئ، أمي لاجئ، وأنا لاجئ، وأولادي لاجئ، ورجعت للمرة الثانية من دمشق التي أحب. الأمم المتحدة تقول أن اللاجئ هرب كذا إلى آخره. إيه؟ هرب خوفاً من على حياته، ببساطة، خلينا نقول ببساطة. هل في على قوانين دولية للاجئ للحماية؟ يعني يجب أن يحمى اللاجئ. لكن تخيلوا مليون لاجئ في منطقة صحراوية قاعدين في الأردن، بلبنان في لاجئين، الدولة تأخذ عليهم مصاري وبتحط نصها بجيبتهم ويمكن نصها بتصرفهم على اللاجئين. هذه قضية تانية، البنية النفسية للاجئ. بعلم النفس أي شخص فوق الستين ما بصير تطلعه من بيته، لا يجوز أن تخرج شخص من بيت استمر فيه حتى عام الستين من عمره، أن تخرجه من بيته، لأنه سيصاب بأزمة نفسية، اعتاد على البيت، على العالم الذي يعيش فيه. فما بالك بشخص خرج من وطنه، مش من بيته، من وطنه، من قيمه، من عاداته، من تقاليده، من بين أحبابه، من أحلامه. إنه الآن
ليس مغتربا في المكان فقط، إنه مغترب في المكان والزمان والثقافة. واغتراب الثقافة أول شعور ممض لدى اللاجئ هو الانتظار، لأن اللاجئ يلجأ وينتظر العودة. تخيل أن تمر الأيام عليه والشهور والسنوات وفي خيم يقاسي البرد والجوع والإهانة من قبل ذوي القربى، هو ينتظر العودة إلى بيته، إلى أهله، إلى دياره. هذا الانتظار هذا معذب. إيه أنت إذا انتظرت حبيبتك وما إجت تزعل، إذا انتظرت صديقك بتزعل منه إذا ما إجا أو طول، فما بالك أنت تنتظر ذاتك لتعود. شعور قاسي. هذا يولد ما أسميه الحنين. شو الحنين؟ الحنين أنك تفكر بعالم سرق منك، لم يعد موجودا، تحن إليه ويكاد يتصدع قلبك من الحنين إلى المكان. ها أنت إذن تعيش الاغتراب الروحي وليس فقط المكان. المكان يؤدي إلى الروح. اللاجئ في دول الغرب، أو اللاجئ في، خليني أتحدث عن اللاجئ في دول الغرب. أنا عشت هذه التجربة وشفت الناس شلون بيعيش. أولا عندك النسبة الأكبر من اللاجئين لا يعرفون لغة الغرب، لا الفرنسية ولا الإنجليزية ولا الألمانية ولا السويدية ولا الهولندية ولا أي. أنت تعيش في عالم مش لغتك. اللغة هي الوطن، اللغة هي بيت الوجود كما يقول هايدغر. ها أنت تعيش سجين لغتك فقط، لأنك تعيش في إطار لغة أخرى غير لغتك. أنا عندما تكون لغتي الأم في وطن الأم فأنا طليق في لغتي، ولكن عندما أكون في عالم ليس عالم لغتي فأنا سجين لغتي، وبالتالي أبحث عن من يفهم على لغتي، لأن اللغة هي الوجود، وبالتالي يصبح وجودي مرتبطا فقط بلغتي هذه الضيقة المسجون فيها أنا، ويمضي زمن لكي أتعلم لغة الآخر. وبالمناسبة أي لغة بتتعلمها بعد 5 سنوات لن تجيدها، فكيف إذا كنت تريد أن تتعلم لغة في سن 40 و50 و60؟ صديقي عمره 70 سنة صار يعلمه السويدي، هذا الدماغ تعب، 70 بتعب الذاكرة، ما عم تقدر تحفظ الكلمات الجديدة عليها. اللغة وجود. أنت قبل عمرك 70 شو بتعلم لغة؟ 40 شو بتعلم لغة؟ يكون عقلك نظر. يعني أنا رحت بعمري 23 سنة على الاتحاد السوفيتي سابقا وتعلمت اللغة خلال 6 سنوات لأنه اشتغلت فيها ودرست فيها وعشرت بلدها إلى آخره فتعلمت. مع ذلك لا يمكن أن تكون كلغة العربية، ما في حدا هيك. هذا أول اغتراب. الاغتراب الثاني، وهو هذا الاغتراب تبع اللغة، اغتراب خطير، اغتراب القيم، اغتراب القيم والعادات. وأنا مرة ثانية أتحدث عن هذا الأمر. أنت موجود، أنت اقتلعت من قيمك وعاداتك وتقاليدك وما قادر تتلائم مع قيم وتقاليد وعادات الآخر الغربي، فبصير تخاف على أولادك، تخاف على بناتك، ما بدك بناتك يتربوا تربية غربية، شو بتساوي؟ إذا استمرت ثقافتك الأصلية براسك بدك تحجبها وتمنعها من الخروج وإلى آخره في عالم ما هي. بل
احيانا تستخدم الضرب ضد زوجتك، هي قيمك، بتروح على الحبس وبيطلقوك، هذا اختراب اخر. هناك ممنوع الضرب، تضرب الزوج. فانت مخترب عن عالمك، عن قيمك. لذلك انت تغترب وتحمل بنيتك معك، البنية اللي تربيت فيها. تبحث عن جامع تصلي به. حسنا، على فكرة ممكن يشتروا كنيسة ويحولوها لجامع المسلمين في بلدان أوروبا. وتستمع مرة أخرى إلى خطيب الجمعة في عالم الغرب، لكنه هذا عالم مختلف عن العالم اللي أنت كنت تسمع فيه الأذان في دمشق أو حلب أو في قريتك الجميلة. أنت عم تصلي مع ناس ما بتعرفهم أصلا، في جامع القرية كل الناس بس تخلص صلاة بتسلم على بعضها وبضحكوا مع بعض وبروح. صلاة بالنسبة لها طقس عبادة حسن بالنسبة لهم. حتى رمضان طقوس، يعني كمان طقوس، هاي الطقوس اللي انت احترمت منها، التي حرمك منها اللجوء، صعب تمارسها في بلد غربي. حتى الأعراس، الأفراح والأتراح، إلا إذا بدك تعيش مغترب عن هذا العالم اللي أنت لجأت إليه. أنت بتاكل لحم حلال، طيب الغرب شلون بدي يذبح لك لحم حلال؟ بيجي واحد بيقول لك أنا عندي لحم حلال، شو ليش تصدقه؟ شلون بده هذا؟ منين بدي يذبح له لحم حلال؟ بتعيش حياة صعبة. فكل العالم اللي انت رايح فيه، رايح إله، هو عالم غريب عنك، فتعيش الاغتراب الروحي والنفسي. فأما بدك تتقوقع على عالمك الضيق، على البنية اللي جئت منها، أو بدك تنفتح. إذا تقوقعت في عالمك الضيق، انت أصبحت منعزل عن المجتمع الذي تعيش فيه. بس انت ما بتقدر تحرم أولادك من الاندماج، لأنه بدهم يروحوا على المدارس وبدهم يروحوا على الجامعات. صار عندي هلأ صراع أجيال قوي جدا بين جيل آت بكل بنيته التقليدية، بكل ثقافة وطنه، وجيل عم بتربى بثقافة جديدة. هذا هنا شرخ بين جيلين، ما عاد فيها صحيح دائما في صراع أجيال، لكن صراع الأجيال في منطقة واحدة يبقي شيئا من ثقافة الجيل الجديد الموجودة في ثقافة الجيل القديم. أما في الغرب فإن استمرار زمن طويل في العيش في الغرب فإنه سيؤدي إلى شرخ كبير في صراع الأجيال بين الجيل اللاجئ والجيل الذي تربى في اللجوء منذ الصغر. حتى اللغة أحيانا لغة القومية ما عاد يعرفها، فيعيش أيضا حالا من الحزن الشديد على لغته وعلى قيمه وعلى تقاليده وإلى آخره، ويبقى الحنين موجودا لديه للعودة إلى وطن. هلأ في اللجوء إلى دول أنت بتعرف لغتها، أحيانا قد تجد نفسك معرض لنوع من النظرة الدونية من الآخر إليك، أنه لاجئ. إيه؟ ليش عم تنظر له أنت نظرة دونية؟ هذا لاجئ من الخوف على حياته، ولجأ وفي قوانين دولية بتحميه. ومع الأسف بعض المناطق العربية اللي لجأت لها تنظر إليك شزرا نفسي. حتى صار اللجوء لأوروبا هو الأفضل، صار اللجوء لتركيا هو الأفضل، صار اللجوء ما بصير لا ده. وهكذا نجد أن فكرة اللجوء من حيث هي مجردة مع واقع اللجوء تخرب نفسية الإنسان وتحمله على أنماط من السلوك هو لا يريده.
من أخطر ما يواجهه اللاجئ أن يجري اصطياده من جماعات متعصبة ثأرية ذات وعي أيديولوجي متخلف. هذا شيء خطير. فيتحول اللاجئ من شخص خائف على حياته ويسعى للأمان في المنطقة التي جاء منها إلى شخص عنيف تجاه الآخر الذي يعيش بين ظهراني. سؤال: أنت قادر تنقل بنيتك وتفرضها على مجتمع آخر؟ لا. لكن الآخر أيضا هذا عنده تاريخ من العنصرية. شو يعني؟ ما بيشوفك أنت مثله ولا يمكن يشوفك مثله. ما بيشوفك مثله، مختلف عنه. يعترف فيك كلاجئ، أوكي، لكن هو عنده إرث كبير في الماضي. وهكذا تنشأ علاقة في لحظة ما من لحظات وجودك، علاقة عدائية بينك وبين بلد اللجوء. كل اللي تعرفت عليهم في بلد اللجوء معجبهم بلاد اللجوء، رغم انهم بياخذوا مكافأة لجوء وإلى آخره، لأنه معي ما هذا عالمهم، عالمهم شيء آخر مختلف. هلا ممكن ينشأ جيل آخر إذا مدت فترة اللجوء، ينشأ جيل خلاص بنسى كل اللاجئ إلى أمريكا اللاتينية، إلى أمريكا الجنوبية، من السوريين من جبال قلمون وجبال العرب راحت، أصبحوا هناك. وفي ناس ما بيعرفوا عربي، ولما إجا منعم كارلوس لبلده يبرود، يمكن بدي يزور بيت أهله القديم، ما كان عنده أي شعور تجاه أهل المنطقة، انتهى. لكن المأساة تبقى مأساة لاجئ. هلا مأساة اللاجئ الفلسطيني اللي ذهب إلى أوروبا من 48، أجيال كثيرة أصبحت جزء من أوروبا، والجيل اللي لجأ كله تقريبا قضى، ما عاد. ومع ذلك الوطنية الفلسطينية موجودة عنده كنوع من الثقافة الفلسطينية. وأول شغلة بس يكبر ويصير معه جواز سفر، بيرجع لفلسطين، بيشوف بيت أهله، بيشوف وبروح على إنه هذا هون كان بيت أهلي وإلى آخره، لكن بلده محتل وخالف. وبرجع على باريس ولندن، في لاجئين اللي بالوطن العربي كلهم حافظوا على وثيقة السفر التي تجبرهم على أن يظلوا شاعرين بأنهم لاجئين، لأنه منقوصين الحقوق بشكل عام في كثير من البلدان، منقوصين. فاللي ما بيفكر باللاجئين وحياتهم، اللي ما بيفكر ببناهم النفسية وهذا الألم الذي يشعرون به، الذي لا يفكر باللاجئين، هو لا يفكر أصلا، ليس لديه شعور إنساني. شكرا لكم. يأتيكم عند 9 مساء ويعاد 1 ظهرا على راديو أورينت.